جبت صغرك وشجعتك لزين انا هتبسود العين. اه زينب فك بس لي روحك اطلع لفوق نحب ديناميك صغيرة. طيب فيدك تابلو 5 لوز جو دورانج تابلو 6 لوز نيفل هذيك خدمة تواجهوا بها تعشى غطي راسك مش قاعدة تستنى الحجاب موضة توا الموضة اللي باش ترجعني لتالي حمزة خرجتك الثورة شنو ولت وثنيات شاي الحبس ما ربيكش شنو اللي تتقبح تولف سكر عليا فمك نحي عليا القراع هذا مهنا حاطق روحك سيب روحك ثورة راهي هزت كل شيء الشعب يريد اسقاط النظام اقعد احلم مش تولي كيف ما صعب ترجع تحلم فمك عندها ألف حق حجاب شرط على كل مرة مصر بيلو الخمار حتى ما تمنش خذ بالخاطر ملي خطفني تبدلت وليت عبد داخل عاوني باش ننسي ميتة في سامية ليش خايفة يا أخي؟ شرب حظك تحبي نحي الحجابة يا عائشة واش كمراه رمح ليه؟ الحجاب هذا la saison, donc on a choisi ce film Millefeuille, c'est un film tunisien qui sera suivi d'un débat avec Madame Nadia Bouhassini. Je vous rappelle aussi que dimanche 1er juin à 10h30 ce sera la matinée enfant, c'est un nouveau programme que nous avons installé pour les enfants de Rabat, donc si vous souhaitez ramener vos gosses et venir regarder Moi moche et méchant dans sa deuxième version. Film. يا معز على لحظات الانتقال السياسي وتنظن بالضبط ذاك الشهر اللي عشته الثورة التونسية ما بين 14 جانفي لأنه تنشوفو كيفاش بدا في الأول بالشعرة ديال ديكاج وفي الأخر ديال لو غوفرنمون دي طومبي مع الصوت ديال هذاك المحامي اللي كان تيتغطط على الشاشة ديال الجزيرة اللي تيقول فيه بن علي ها دونك هذه لحظه ديال الانتقال السياسي ولكن عبر الانتقال السياسي تيبان ان الفيلم كذلك تيحكي انتقالات اخرى انتقالات اجتماعيه انتقالات ثقافيه وتيبان ان المخرج اختار باش يترجم باش يعبر على الانتقال الاجتماعي والانتقال الثقافي او انتقال من حيث القيم اختار موضوع ديال الحريه الاختيار واختار فيه بالضبط النساء واختار فيه كذلك مسألة ديال الحجاب على اختيار العمل بجوجهم كانوا واقفات على الموقف ديالهم وبقاو عليه حتى الاخر لا كيسيون كيسيون اللي ما متفقش معاها في الاخر هي بالنسبه للسيد اللي هو حمزه
انا في الاخر مين دار هذوك لي شونجمون بوغ موا سي كان انفلونس ديال لا فام عليه ديال العيشه يعني داك الحب ديالو لعيشه الا خلاه يولي خلاه يبدل الراي ديالو ويمشي مع صديق الصديق الاخر اللي في الاخر بان في الفيلم على مستوى المحتوى ديال الفيلم هو انه ما كاينش واحد النقاش يعني فكري ولا فلسفي يعني هذه كترجع للمخرج الاختيار ديالو انا عندي عليه تعليق هو انه لاحظنا فاش ان هذاك السلفي كان كيستلب الايات القرانيه وبالدين وكان كيعطي مجموعه ديال يعني يعني دي بروف باش يجوستيفي الهضره ديالو ما كانش واحد الرد من جانب اخر انا هو هذا اللي كنت كنتمنى انه يكون مثلا هو فاش استلب هذيك الايه القرانيه جوغي مي انه يكون واحد اخر اللي غادي يجاوبو يعني تفسيره يعني الحداثي ولا يعني المتلون لهذيك الايه القرانيه ضروره من داخل الدين غادي يدير قراءات طيب لاحظوا معي كيفاش انه عيشة وزينب عندهم علاقات رائعه مع بعضياتهم عايشين واحد الصداقه جميله جدا وعايشين واحد الجو ديال التسامح واحد الجو ماشي التسامح واحد الجو ديال المحبه رائعه من جهه اخرى عايشه اللي دايره الحجاب ما منعهاش ذلك انها تكون متظاهره وتوريه وخارجه لاسقاط نظام ديال الاستبداد دونك من الناحيه السياسيه متوقعه وواضحه ليها الامور النساء او الشباب خاصه من عنصر الفتيات يعني النسوي يعني انهم عندهم واحد الوعي كبير يعني بالحقوق ديالهم بالحريات هذا كيرجع بطبيعه الحال للتكوين اولا الدراسه اللي تلقاوها لان المدرسه التونسيه كتعتبر من يعني المدارس اللي هي متقدمه هذا من جهه يعني بالنسبه للمغرب التعليم شيء اساسي لان حنايا بالنسبه لنا التعليم يعني كيأثر على يعني التغيير ديال العقليه ديال الشباب Je pense que le réalisateur a pu transmettre ce qu'il sentait pendant la Révolution, son idée, donc l'idée en général. Après, dans des détails, la Révolution tunisienne, c'est grâce à la jeunesse, mais je pense que son idée, on l'a reçue. C'est ça l'essentiel, avec tous les détails, toutes les subtilités, les futilités parfois, qui sont très importantes. On a pu, on a, moi personnellement, j'ai pu comprendre le film et je trouve que le film il est exact et bien. أنا كيظهر لي بلا الفيلم كيعطي واحد الصورة كما تجال دايوغ في النقاش على وضعية انتقالية داخل المجتمع التونسي. وضعية انتقالية بمفهومها السياسي، يعني تونس ديال ما بعد الاستبداد، تونس ما بعد النظام ديال بن علي. وضعية انتقالية على المستوى القيمي، يعني تونس والمجتمع التونسي في علاقته بالدين، الدين داخل المجتمع داخل الأسر، ولكن أيضا الدين داخل الصراع السياسي. بنى هذا الشيء هذا على المستوى السياسي من خلال حمزة الشاب اللي كان خرج من الحبس بأفكاره بتصوره المجتمع اللي خصو يمشي وفق ضوابط معينة، وبضرورة أن الشريعة هي اللي تكون الحكم والفيصل في تدبير الشأن السياسي والمجتمعي داخل تونس.